بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ديالوج أون فرونسي. حوارات باللغة الفرنسية. في هذه الفقرة سنرى الوطيل. الوطيل. في الفندق. مثل ما نقول الايكول. في المدرسة. إذن عندنا هنا الوطيل. في الفندق. On demande des renseignements sur les chambres libres. يعني أننا نطلب. On demande, c'est le verbe demander, des renseignements. أننا نطلب معلومات sur les chambres libres حول الغرف الحرة المقصود حول الغرف الفارغة les facilités المقصود هنا on demande des renseignements sur les chambres libres et les facilités إذا نطلب معلومات حول الغرف الفارغة وحول les facilités وحول التسهيلات نقول مثلا c'est un exercice facile إذن هو تمرين سهل facile نقول عن شيء بأنه facile يعني أنه سهل هنا facilité يعني تسهيلة هنا عندنا les facilités يعني التسهيلات إذن on demande des renseignements sur les chambres libres أننا نطلب معلومات حول الغرف الفارغة aussi les facilités وأيضا التسهيلات أيضا les services inclus الخدمات inclus المتضمنة inclus les services inclus إذا نطلب أيضا معلومات حول الخدمات المتضمنة في هذا الأداء الذي سنؤديه et les tarifs وحول الأثمنة et les tarifs وحول الأثمنة إذا سنطلب معلومات أيضا حول الأثمنة La réceptionniste المستقبلة طبعاً حال هذا الكلمة عندها علاقة بفعل recevoir يعني استقبل أو تلقى إذا la réceptionniste كما نقول المتلقية طبعاً حال للزبناء أو المستقبلة للزبناء la réceptionniste Bonjour madame, monsieur Bonjour madame, monsieur يعني يوم سعيد سيداتي سيدي سويي لي بيانفوني يعني مرحبا بكم هنا عندنا سويي هنا عندنا سويي يعني هذا لو فيرب اتر التي تقول لواحد المجموعة ديال الأشخاص أو لشخص في حالة الاحترام تخاطبه بصيغة الجمع إذا تقول لهم أو تقول له سويي يعني فلتكونوا لي بيانفوني طبعا الحال فوني تجي من فعل فونير يعني جاء بيانفوني كما نقول مجيء طيب إذن فلتكونوا بمجيء طيب إن صح التعبير تقريبا إذن المقصود مرحبا بكم فلتكونوا بمجيء طيب إذن عندما نريد الترحيب بشخص أو بأشخاص نقول لهم ماذا سوي لي بيانفوني مرحبا بكم كما نقول pourrais-je vous aider هنا عندنا pourrais-je هذا لغة pouvoir طبعا الحال تنقدر نقوله puis-je وتنقوله pourrais-je طبعا الحال هي صيغة الاحترام هذا لغة pouvoir فلو conditionnel présent إذن نقول pourrais-je هل يمكنني طبعا الحال pouvoir كما قلنا هي أمكن أو استطاع هل أستطيع أو هل يمكنني pourrais-je vous aider هل يمكنني مساعدتكم جورج بونجور مادموزيل avez-vous des chambres libres إذن يوم سعيد أنستي avez-vous des chambres libres هل عندكم غرف حرة la réceptionniste oui quel type en voudriez-vous يعني أي نوع منها تريدون quel type أي نوعين أون منها فودغيفو يعني أنتم تريدون إذن كما لو نقول أي نوعين تريدون منها إذن لا ريسيبسيونيست وي كال تيب أون فودغيفو إذن جورج جو فودغي إن شومبر الدوبل بور موا إي ما فام جو فودغي أنا أريد كما لو نقول من فضلكم طبعا الحال جورج هنا يستعمل لو فيرب فولوار أو كونديسيونيل بريزون إذن تستعمل فعل أراد تنقولو جو فو هذه في البريزون
ولكن مع الاحترام نقول Je voudrais. أنا أريد كما نقول من فضلك أو من فضلكم. Je voudrais une chambre double. Je voudrais une chambre double pour moi et ma femme. Je voudrais une chambre double pour moi et ma femme. La réceptionniste pour combien de nuits? إذن جورج ماذا يقول؟ أنا أريد غرفة دوبل كما لو نقول دوبلة دوبل يعني أنها لزوجين جو فودغي إن شامبر دوبل يعني أنا أريد غرفة كما لو نقول مكررة ولكن المقصود هنا أنها تتسع لشخصين بوغ موا إي ما فام لي أنا وزوجتي إذا لا ريسيبسيونيست المستقبلة بوغ كومبيا دو نوي بوغ كومبيا دو نوي كما لو نقول من أجل كم من ليلة المقصود لكم من ليلة لكم ليلة تريدون هذه الغرفة pour combien de nuits إذن جورج pour trois nuits pour trois nuits لثلاثة ليالي pour trois nuits pour trois nuits لثلاثة ليالي la réceptionniste donnez-moi votre carte d'identité أعطيني بطاقتك التعريفية Donnez-moi votre carte d'identité. أعطيني بطاقتك التعريفية. L'identité هي التعريف أو التحديد. إذا بطبيعة الحال تجي من فعل identifier يعني أنك تحدد شيئا أو شخصا وتتعرف عليه. إذا Donnez-moi votre carte d'identité. أعطيني بطاقتك التعريفية. هنا عندنا بطاقة التعريف. S'il vous plaît, من فضلكم. S'il vous plaît, من فضلكم. إذن, la réceptionniste, donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. أعطيني بطاقتكم للتعريف, من فضلكم. ثم بعد هذا تقول, tout va bien. الكل مر بشكل جيد. Tout va bien. إذن, الكل ذهب جيد. هنا المقصود, الكل على ما يرام. J'ai enregistré. Tout va bien. J'ai enregistré vos données personnelles. J'ai enregistré vos données personnelles. أنا سجلت معطياتك الشخصية. J'ai enregistré. طبعاً الحال verb enregistré هي سجل. إذن ومن مثلاً تسجيل صوتي. نتكلم عن l'enregistrement. إذن التسجيل. J'ai enregistré يعني أنا سجلت vos données يعني معطياتك. طبعاً الحال vos données يعني المعطيات. يعني المعلومات هذا هو المقصود. vos données كما تنشوفوا هاد الكلمة تتفكرنا ففعل لو فيرب دوني لو فيرب دوني يعني أنك تعطي جي دوني كيلكو شوز أكيلكا يعني أنا أعطيت شيئا لشخص إذن هنا عندنا لي دوني عندنا اسمنا ما عندناش فعل إذن تو فا بيان جي أنغوجيستخي الكل مر بشكل جيد جي أنغوجيستخي فو دوني بيرسونيل يعني أنا سجلت معلوماتك الشخصية أنا سجلت معطياتك الشخصية المقصود أنني سجلت معلوماتك الشخصية جورج quelles sont les facilités ما هم التسهيلات dont nous disposons طبعا الحال لو فيرب disposer من حيث الأصل أنه تعني نظم أو رتب إذا disposer في الأصل تتعني نظم أو رتب رتب مثلا أشياء ولكن عندها معنى ديال avoir l'usage de avoir l'usage de يعني أن يكون لك استعمال كذا يعني أن تكون لك إمكانيات استعمال كذا يعني إمكانيات استعمال شيء معين إذن هنا جورج يسأل quelles sont les facilités quelles sont les facilités dont nous disposons يعني ما هي التسهيلات التي هي بحوزتنا التي نمتلك استعمالها كما نقول إذن quelles sont les facilités ما هي التسهيلات dont nous disposons التي نحوزها كما نقول التي بإمكاننا استعمالها la réceptionniste المستقبلة la chambre à une télévision la chambre à une télévision الغرفة عندها تلفاز المقصود أن الغرفة مجهزة بتلفاز une connexion internet واتصال انترنت une climatisation وتهوية une climatisation وتكييف الهواء notre hôtel dispose aussi
de deux piscines. Notre hôtel dispose aussi de deux piscines. Notre hôtel, Fundokana, dispose. C'est le verbe disposer. Yatawaffar. Notre hôtel dispose aussi de deux piscines. Fundokana yatawaffar aydan. Ala masbahayn. L'une intérieure et l'autre extérieure. Wahidun fi ddakhil wal akhar fi lkharij. L'une intérieure et l'autre extérieure. On a tabat l'hal, l'une intérieure. واحد داخلي نصفه بأنه داخلي انتيريور الاوتر والآخر اكستيريور والآخر خارجي دان سنة وغرفة حمام بخاري أو حمام بخاري طبعا الحال السنة تكتب بشكل تعني حمام بخاري نوتر اوتيل ديسبوز اوسي دو دو بيسين يعني فندقنا يتوفر أيضا أو يضم أيضا دو دو بيسين كما نقول أنه مجهز دو دو بيسين بحوضي سباحة أو بمسبحين لين انتيريور واحدة داخلية الأخرى الأكستيريور والأخرى خارجية الأكستيريور يعني بالخارج هنا لوتر اكستيريور والأخرى خارجية دان سنة دون سال دو جيم دان سنة دون سال دو جيم يعني مجهز أيضا بحمام بخاري أو بغرفة حمام بخاري ايدون سال دو جيم وبقاعة الحركات الرياضية ايدون سال دو جيم لو طاريف يعني سعر لو طاريف بور إنوي ايدو 40 أورو سعر الليلة هو 40 أورو هنا عندنا لو طاريف بور إنوي لو طاريف بور إنوي يعني كما نقول سعر من أجل الليلة سعر من أجل الليلة لو تاريف بور إنوي إذا المقصود سعر الليلة إدو 40 أورو هو 40 أورو لو بيتي ديجوني إي لو ديني إي كومبخي الفطور والعشاء يتضمنه لو بيتي ديجوني يعني الفطور إي لو ديني إي كومبخي الفطور والعشاء يتضمنه طبعا الحال هذا لو فيرب كومبخوندر هذا لو فيرب كومبخوندر اللي تيجي بعد مرات بمعنى فهمة ما معنى أنك تفهم شيء يعني أنك تتضمنه وكأنك تحتويه ذهنيا إذن واحد الحاجة فهمتها بحال دخلتها لراسك يعني أنك أصبحت تضمنها عندك إذن هنا عندنا لو بيتي ديجوني إلو ديني إي كومبخي يعني أن الفطور طبعا الحال لو بيتي ديجوني هو الفطور إلو ديني يعني إلو ديني هو العشاء هاد الكلمة أحيانا تأتي كفعل دين يعني تعشى إذن لو بيتي ديجوني إلو ديني إي كومبخي يعني أن الفطور والعشاء إي كومبخي يتضمنه هاديك هو هي هاد إكغيك اللي عندنا نوتخ غيستورون إيتوفيغ يعني أن مطعمنا إيتوفيغ إيتوفيغ يعني أنه مفتوح جوسكا 22 جوسكا 22 إلى حدود 22 ساعة المقصود إلى حدود العاشرة ليلا إذا نوتر ريستورون إيتوفيغ يعني أنها مفتوحة هاد الكلمة تتفكرنا بفعل أوفغيغ يعني فتحة أوفغيغ فتحة أوفر لابورت يعني افتحي الباب إذا هنا عندنا نوتر ريستورون إيتوفيغ نوتر ريستورون إيتوفيغ جوسكا 22 مطعمنا هو مفتوح إلى حدود العاشرة ليلا جورج La chambre a-t-elle un réfrigérateur? La chambre a-t-elle? إذن كما نقول بأن الغرفة هل عندها؟ المقصود هل الغرفة تتضمن un réfrigérateur? Un réfrigérateur. هل تتضمن ثلاجة؟ La chambre a-t-elle? La chambre a-t-elle? طبعا الحال عندنا لو فيرب avoir. تنقولوا j'ai, tu as, il a. أو elle a. في حالة la chambre نقول elle a. إذن أطيل ال أطيل إذا لا شامبر أطيل أن ريفريجيراتور هل الغرفة عندها ثلاجة المقصود هل تحتوي الغرفة على ثلاجة إذا لا ريسبسيونيست المستقبلة بور لو ريفريجيراتور فو دوفي بايي أن سوبليمون دو 3 أورو بار جور بالنسبة للثلاجة فو دوفي يعني يتوجب عليكم طبعا الحال عندنا لو فيرب دوفوار توجب يتوجب عليكم بايي
pay يعني أدى. L'horaire pay يعني أدى. Un supplément يعني زيادة. Un supplément de 3 euros par jour. يتوجب عليكم أداء un supplément يعني زيادة. زيادة ماذا؟ De 3 euros par jour. زيادة 3 أوروات لكل يوم. التكلفة السابقة هي 40 أورو زائد 3 أوروات. إذن ستصبح الكلفة الإجمالية 11 أورو. إذن la réceptionniste pour le réfrigérateur vous devez payer un supplément de 3 euros par jour. إذن بالنسبة للثلاجة يتوجب عليكم دفع تكلفة إضافية بقيمة 3 أوروات في اليوم. ماري يعني زوجة جورج. Très bien. Pourrions-nous voir la chambre? Très bien. Pourrions-nous voir la chambre? إذن هل يمكننا أن نرى الغرفة؟ Pourrions-nous voir la chambre? طبعا الحال pourrions هذا لغة pouvoir يعني استطاع أو أمكن. طبعا الحال أنه مصرف في le conditionnel présent من أجل الاحترام. كما لو يقولون هل بإمكاننا؟ إذن très bien. Pourrions-nous voir la chambre? جيد جدا أو حسنا جدا هل يمكننا أن نرى الغرفة؟ La réceptionniste المستقبلة أو موظفة الاستقبال. Votre chambre se trouve au premier étage. غرفتكم تتواجد في الطابق الأول. Elle a une belle vue. عندها رؤية جميلة يعني أنها تحتوي على منظر جميل. المقصود أنها تطل على مكان جميل. Elle a une belle vue. Elle a une belle vue. إذن طبعا الحال عندنا في تجي من فعل voir رأى. إذن elle a une belle vue يعني هي عندها رؤية جميلة. المقصود أنها تطل على مكان جميل. sur la mer على البحر. elle est très spacieuse. elle est très spacieuse وهي جد متسعة. طبعا الحال كلمة spacieuse تذكرنا في كلمة l'espace. l'espace يعني الفضاء. إذن هنا نتكلم عن غرفة كما نقول بأنها فضائية إن صح التعبير. المقصود أنها متسعة وتحتوي فضاء متسعا. elle a une belle vue sur la mer. elle est très spacieuse وهي جد متسعة. ماري elle est vraiment très claire et spacieuse. elle est vraiment très claire et spacieuse هي فعلا واضحة. المقصود غير مظلمة. elle est vraiment très claire et spacieuse يعني أنها مضاءة بشكل جيد وواضحة كما نقول. spacieuse ومتسعة. quelle vue وأي منظر. quelle vue. ماري هنا تعبر عن إعجابها. quelle vue وأي منظر. merci beaucoup شكرا كثيرا mademoiselle. merci beaucoup mademoiselle شكرا كثيرا آنسة. Qu'en penses-tu, Georges? Qu'en penses-tu, Georges? ماذا تفكر أنت, Georges? مقصود ما رأيك؟ Qu'en penses-tu? طبعا الحال عندنا هاد أن تتعود على هاد الغرفة. المقصود ما رأيك فيها؟ طبعا الحال كان ممكن أن السؤال يطرح Qu'en penses-tu, Georges? ماذا ترى, Georges? ولكن ماذا قالت؟ Qu'en penses-tu? ما رأيك فيها؟ Qu'en penses-tu, Georges? ما رأيك فيها, Georges? Georges, elle est parfaite, merci. إنها مثالية. نقول عن شخص بأنه بارفي يعني أنه مثالي. نقول عن فعل بأنه بارفي يعني أنه كامل ومثالي. elle est parfaite يعني أنها مثالية أو كاملة كما نقول. merci شكرا. la réceptionniste je vous en prie. je vous en prie. طبعا الحال عندنا الفعل prier. prier هي ترجى طلبة توسل إلى آخره. وهي تجي من كلمة la prière يعني الصلاة. طبعا الحال الصلاة هو نوع من الدعاء أو نوع من الطلب. إذن je vous en prie يعني أنا أطلبكم أو أتوسل إليكم. كما لو تقول لا تقول هذا يعني كما لو تقول لا تشكروني فهذا واجب. je vous en prie إذن أتوسل إليكم أو أرجوكم. si vous avez besoin de quelque chose. si vous avez besoin de quelque chose إذا كانت عندكم حاجة لأي شيء. si vous avez عندنا هنا le verbe avoir أيضا لتعني الملكية من تيجي مرة اسم. إذن بزوا يعني حاجة. si vous avez besoin إذا عندكم حاجة. de quelque chose لأي شيء. vous pouvez يعني يمكنكم. appeler. appeler يعني نادى. تنقولوا لشي واحد comment tu t'appelles كيف تنادى. comment tu t'appelles يعني كيف تنادى. المقصود
ما هو اسمك الذي تنادى به؟ إذن vous pouvez appeler. يمكنكم أن تنادوا. أو نيميرو للرقم 345. إذن للرقم 345. On est à votre disposition. On est. إننا. On est. المضافة تتكلم على راسها وعلى جميع المضافين. إذن On est à votre disposition. نحن عند تصرفكم. كما لو تقول نحن تحت تصرفكم. On est à votre disposition. نحن عند تصرفكم. يعني أي شيء ينقصكم تتصلون بنا وسنوفره لكم. نوبخون الديالوغ. نأخذ من جديد الحوار. لا ريسيبسيونيست. بونجور مدام. مسيو. Soyez les bienvenus. Pourrais-je vous aider? Georges, bonjour mademoiselle. Avez-vous des chambres libres? Bonjour mademoiselle. Avez-vous des chambres libres? La réceptionniste. Oui, quel type en voudriez-vous? Oui, quel type en voudriez-vous? Georges, je voudrais une chambre. Je voudrais une chambre double pour moi et ma femme. La réceptionniste. Pour combien de nuits? Pour combien de nuits? Georges, pour trois nuits. La réceptionniste. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Tout va bien. J'ai enregistré vos données personnelles. J'ai enregistré vos données personnelles. Georges, quelles sont les facilités dont nous disposons? La réceptionniste. La chambre a une télévision, une connexion Internet et une climatisation. Notre hôtel dispose aussi de deux piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure. D'un sauna, et d'une salle de gym, c'est-à-dire de gymnastique. Le tarif pour une nuit est de 40 euros. Le petit déjeuner et le dîner y compris. Le petit déjeuner et le dîner y compris. Le petit déjeuner et le dîner y compris. Notre restaurant est ouvert jusqu'à 22 heures. Notre restaurant est ouvert jusqu'à 22 heures. Georges, la chambre a-t-elle un réfrigérateur? La réceptionniste. Pour le réfrigérateur, vous devez payer un supplément de 3 euros par jour. Marie, très bien. Pourrions-nous voir la chambre? Pourrions-nous voir la chambre? La réceptionniste, votre chambre se trouve au premier étage. Votre chambre se trouve au premier étage. Elle a une belle vue sur la mer et elle est très spacieuse. Marie, elle est vraiment très claire et spacieuse. Et quelle vue! Merci beaucoup, mademoiselle. Qu'en pensez, Georges? Marie, elle est vraiment très claire et spacieuse. Et quelle vue! Merci beaucoup, mademoiselle. Qu'en pensez, Georges? Georges, elle est parfaite. Merci. La réceptionniste, je vous en prie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler au numéro 345. On est à votre disposition. Je vous en prie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler au numéro 345. On est à votre disposition. On est à votre disposition. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.